المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، في حوار خاص مع مصطفى ميزار. ما الذي يعني عايشته وصابرته طوال هذه الرحلة؟ العدالة هي النبراس، وهي الهدف، وهي الغاية، والقاضي هو منوط بتحقيق العدالة بين الناس. عن دور ومهام محكمة النقد، قمة الهرم القضائي في مصر. ما الذي تمثله محكمة النقد للقضاء المصري وللعدالة في مصر؟ المحكمة لها دور مؤثر وقوي في كل المحاكم العليا في الدول العربية. حوار خاص مع مصطفى ميزار غداً 5:45 على قناة مصر الأولى.